انا ما فيش خلاف بيني وبين كابتن حلمي، مش علشان بنحب بعض او بنكره بعض، على فكره الموضوع مختلف خالص. هو ما فيش مدير فني بيختلف مع رئيس نادي. هو المدير الفني ده تايتل في 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 جزء في النادي، في ضمن المنظومه. فما فيش ارض مشتركه بيني وبين المدير الفني ان احنا نختلف. هل فعلا كابتن حلمي ما كانش بيروح المعسكر؟ كابتن حلمي ما كانش بيحضر المعسكر، يعني ما كانش بيبات مع اللعيبه في الفندق. طب وهل ده طبيعي؟ برضو علشان يعني انا جيت لقيت الوضع كده. حتى لو اتكلمت معاه يعني الموضوع في موضوع المعسكرات ده ابسط شيء، كان بيخلص حاجته الناس بتسافر وهو تاني يوم بيسافر له. ما اعرفش بعد كده ايه اللي حصل. هو اي فريق بيبقى لازم مدير فني موجود مع اللعيبه في المعسكر. ده طبيعي جدا يعني. بالظبط، يعني ده مش لا حاجه. لا ده طبيعي جدا. لا انا عايز اقول لك على مفاجاه تانية، ان هم دايما كانوا يفهموني يقولوا لي اللعيبه حساسين جدا واوعى حد. طب ما هو من ضمن الحساس من ضمن لا انا موافق صح، والمعسكر بيبقى تركيز جدا. طب ما من ضمن الحاجات دي ما فيش رابط، المدير الفني مش موجود. الرابط يكون موجود. كابتن حلمي طولان لما يجي يتكلم على فنيات الكوره انا ربع كده واقعد اسمعه واكتب وراه. انا استاذ اداره، تخصصي وشغلي ما ينفعش تحرمني منه. زي ما بديك حقك في فنياتك لازم تديني حقي في تخصصي. معلش انا عارف ان انا عينيا منفعله شويه، بس ايه اللي في شغلي؟ فاهم قصدي؟ ما ينفعش حد يجي يقول لي يلبس شورت وفانيلا. يعني يلبس شورت وفانيلا؟ طب بقول لك ايه؟ انا عندي في النادي خمس انشطه، البس انا شورت وفانيلا فيهم؟